المعجزات والمكافآت. الإنسان في كل ثانية محاط بمعجزات وأيضا مكافآت غير محدودة. الإنسان عندما يتحد مع هذه المعجزات ومع هذه المكافآت فنقول يعيش عقل الله. أحباؤنا، عقل الله هو عقل المكافآت والمعجزات. تنهض صباحا وتقول أنا اليوم أستلم معجزات وأستلم مكافآت. في الصلاة العلمية ليس فقط العيش والهدف هو متحقق، وإنما أيضا في الصلاة العلمية هو استلام الهدف، بمعنى أنت عندما تصلي أنت تستلم. فالعيش في الهدف بمعنى الاستلام والمكافأة. من الذي يكافئك؟ الذي يكافئك الله الذي فيك. الإنسان أيضا يترك المكافآت والمعجزات ويستلم الظروف الصعبة، يستلم المشاكل. التفكير السلبي هو نوع من أنواع الاستلام، ولكن نوع هذا الاستلام يكون بهدايا سلبية. لماذا الإنسان يستلم مكافآت سلبية؟ لماذا الإنسان يتحد مع المعاناة؟ لأن الإنسان يعتقد حياته على الأرض هي الحقيقة، والإنسان يعتقد أن ظروفه الصعبة ليست لها حل، وهو يعتقد أن مشاكله أصعب من مشاكل بقية الناس. الحقيقة المطلقة في الكون أحباؤنا وأعزاؤنا أن الله يمدك بقوة غير محدودة، وهذه القوة الغير المحدودة أنت تفعلها عن طريق الإيمان بها والإحساس بها والشعور بها وشكرها وأيضا استلامها. فأنت تقول أنا أستلم معجزات اليوم في الصحة، وتستلم معجزات في الصحة، تستلم قلب جديد، عيون جديدة، عمود فقري جديد، أرجل جديدة، وتقول اليوم أستلم معجزات مادية، وتشعر وتحس وتؤمن باستلام هذه المكافآت المادية، وأيضا تقول اليوم أستلم مكافآت عاطفية، فتؤمن وتشعر وتحس أنك قوة، ذكاء، شجاعة، واستقرارك الفكري واستقرارك العاطفي غير محدود. نحن نعيش في كون المعجزات والمكافآت. نريد أن نقول أحباؤنا ونستمر بالقول أن الله يترجاك أن تستلم مكافآته، والله يترجاك أن تستلم معجزاته. الله هو مصدر المعجزات ومصدر المكافآت. هل لديك مشكلة؟ هل لديك انفعالات سلبية؟ اتركها واستلم المعجزات والمكافآت، موجودة الآن في حياتك. الظروف الصعبة التي تمر بها غير حقيقية، الانفعالات السلبية التي تعيشها وتتفاعل معها غير حقيقية. حقيقتك هو أنك تستلم بكل ثانية حب الله، مكافآت الله، معجزات الله. لو تمر بأصعب الظروف، أو لو لديك مشاكل متعددة متنوعة في حجمها، أنت تقول وبالرغم من هذه الظروف الصعبة تقول اليوم يوم المعجزات، اليوم يوم المكافآت، وتعيش وإنك في وسط الحلول، وتعيش وإنك في وسط أهدافك، وتعيش وإنك في وسط الفرح والسعادة والرضا على النفس والإبداع والعبقرية. المعجزات تمر من أمامك في كل ثانية، ولكن ربما أنت لا تراها. من الذي يحجبها عنك؟
الذي يحجبها عنك العقل الواعي. العقل الواعي يقول لك حياتك صعبة، أنت فشلت، أنت كبرت، أنت لا تستطيع، هذا المشروع صعب، هذا الأمر مستحيل، الحصول على المادة مستحيل، الحصول على عمل جيد مستحيل، صحتك في تدهور. هذا العقل الواعي. العقل الواعي لا يقبل ولا يريد استلام المعجزات والمكافآت. العقل الواعي أو البعد الثالث هو العقل الظلامي، محدود في الفكر، محدود في الرؤية، محدود في القناعات، محدود في الفهم، محدود أيضا في التوقع، محدود في التخطيط، محدود في الصحة. العقل الواعي تعريفه هو ولادة الإنسان والعيش في المعاناة وثم بعد ذلك الموت. هذا هو العقل الواعي. ولكن أنت لم تأتي من العقل الواعي، أنت مركزك، ذاتك، حياتك في الله. الله عقل المعجزات والمكافآت. نريد أن نكرر ونقول أحباؤنا، لو لديكم ظروف جدا 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 صعبة، جدا معقدة، فتقولون هناك معجزات نستلمها اليوم في حياتنا. العقل الواعي يتدخل، يقول لكم، أنتم تضحكون على أنفسكم، انظروا فلان، وانظروا الشخص الآخر، وانظروا الوضع، وانظروا الواقع، وانظروا الأخبار، وانظروا السياسة، وانظروا الدين، مقارنات. العقل الواعي عقل المقارنات، وهذه المقارنات تكون الإحباطات، وبعد الإحباط يتكون اليأس، وبعد اليأس يتكون الندم. هذا هو العقل الواعي. العقل الواعي يجر الإنسان من فشل إلى فشل، من فشل إلى فشل، من فشل إلى فشل. ونوعية هذا الفشل يكون أما مخاوف من المستقبل، أو التفكير بأخطاء الماضي، أو التردد في الوقت الحاضر لعمل قفزة كبيرة في حياتك. مخاوف، عقل المخاوف. فدائما في علوم اللاهوت نقول لكم أن حياتكم طبيعتها النجاح. أنت في الليل تستلم معجزات، وأنت نائم أنت تستلم معجزات. تقول ليلي أستلم معجزات فيه. كلما تتنفس، كل تنفس تقول أستلم معجزات ومكافآت. تنظر إلى شيء تقول أستلم معجزات ومكافآت. تبتسم، تتمشى في حديقة وتبتسم وتقول أستلم معجزات ومكافآت. تقول أنا قضيب المعجزات والمكافآت. تصفق وترقص بالرغم من الظروف الصعبة الآن التي لو أنت تمر بها، بالرغم منها تحداها وانهض وابتسم، حتى لو أنت لا تريد أن تبتسم من شدة الظروف الصعبة، فنقول لك هذه خدعة. ابتسم 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 ابتسم. اسمع موسيقى إلهية، اسمع ترانيم إلهية. أنا من لهجتي، ربما تعرف، من العراق، ومرت علي الظروف كباقي العراقيين، جدا معقدة، جدا صعبة. بالمناسبة نريد أن نقول، يعني لو أنتم من يعني غير دولة العراق، ربما أنتم تسمعوننا من المغرب، من مصر، من أي دولة معينة، فالعراق مر بظروف جدا قاسية. الشعب العراقي قاسى كثيرا كثيرا، وأنا كنت جزء من هذه المعاناة على هذا الشعب. ففي أحد الأيام نظرت إلى السماء ورأيت صفاء النجوم وصفاء الجو وجمال الجو، وأتاني إحساس بأن الأمور سوف تكون أوكي. لا أعرف من أين أتى هذا الإحساس، وطبعا كانت
حياتي يعني صعبة، فيها ظروف صعبة معقدة كبقية العراقيين. وبعد أن مررت بتجارب عديدة في الحياة والتقينا بحضارات متنوعة وفهمنا أكثر حول عقل الله وفلسفة الحياة وفكرنا وتأملنا، فرأينا القاعدة النجاحية التالية: إنه أنت بالرغم من الظروف الصعبة، نريد أن نقول هذا، انظر إلى السماء الآن وابتسم وتقول هناك حلول. صمم صمم، تقول هناك حلول، هناك حلول، هناك معجزات آتية، حتى لو أنت الآن لا تمتلك دولاراً واحداً، حتى لو أنت تمر في مآزق في دول غريبة أو ليس لديك عمل أو يعني أي ظرف صعب، انظر إلى السماء وقول أنا أستلم معجزات من الله الآن وشكراً للإله، تقول شكراً وتصفق. نعم صفق، نريدك أن تصفق لنفسك لحياتك، سوف تتغير حياتك، سوف تتغير أفكارك بمجرد أنك تقول أنا أستلم معجزات ومكافآت لأنني من عقل الله. أنت هنا ماذا تعمل؟ أنت تدحر الظروف السلبية، لا تعترف بها وترجع إلى حقيقتك. نعم سوف تتغير ظروفك، يجب أن تتغير، هذه قوانين كونية، لا تقبل الشك، لا تقبل المناظرات، لا تقبل حتى لو جزء من الواحد من المية الشك أو الخطأ. عندما تتحد مع الله فالله يرفعك إلى ذاته، الله يجلبك إلى حبه. باستمرار تقول أنا أستلم معجزات، أنا مركز المعجزات، أستلم مكافآت، أنا مركز المكافآت، شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب، وتجعل هذه المشاعر في كل ثانية من ثواني حياتك. تشكر الرب تستلم معجزات، تشكر الرب تستلم معجزات، تشكر الرب وتقول أستلم المعجزات. نقرأ من الكتاب العظيم A Course in Miracles، نقرأ باللغة الإنجليزية ما جاء في هذه الأسطر، وأيضا نعلق باللغة العربية على هذه الكلمات التي كنزها غير محدود. يقول الكاتب، سوف نقرأ باللغة الإنجليزية أولا، يقول: All gifts I give my brothers are my own, as every gift my brothers give is mine, so every gift I give belongs to me. Each one allows a past mistake to go and leave no shadow on the holy mind my father loves. His grace is given me in every gift a brother has received throughout all time and past all time as well. My treasure house is full and angels watch its open doors that not one gift is lost and only more are added. Let me come to where my treasures are and enter in where I am truly welcome and at home among the gifts that God has given me. Father, I would accept your gifts today. I don't recognize them, yet I trust that you who gave them will provide the means by which I can behold them, see their worth and cherish only them as what I want. الكاتب يقول: كل الهدايا التي أعطيها لإخواني وخواتي هي أيضا تعود إلي. ونكمل السطر التالي: وكل هدية إخواني وخواتي يهدوها إلي فهي تعود إلي، ولهذا أي هدية أنا أعطيها فهي تعود إلي. كل شيء أنت تشتريه من السوق وتدفع مالا، ترى في عقلك أنك تستلم مضاعفات من هذا المال، يعني إذا تشتري ب 100 دولار ففي عقلك أنت تستلم 1000 دولار،
كل هدية تعطيها هي أيضا ملكك، كل ابتسامة تعطيها ترجع إليك، كل فضل أنت تعمله يرجع إليك مضاعفا. كل شيء تراه في الحياة هو ملكك. قاعدة كونية هذه، الشمس، النجوم، الأرض، الأنهار، البحيرات، تقول الكون ملكي لأن الله شاركك ملكه. كل شيء يعطوه إليك كهدايا هذا ملكك، كل شيء تعطيه أنت كهدايا هذا ملكك، كل شيء تشتريه هذا ملكك، كل شيء تبيعه هذا ملكك، والذي تبيعه يرجع آلاف الأضعاف. تقول كل شيء أبيعه يرجع إلي آلاف الأضعاف، لأن هدايا ومعجزات ومكافآت الله غير محدودة. تعيش في هذا التردد. يكمل الكاتب يقول كل شخص يسمح لماضيه أن يزول ولا يترك أي أثر على عقله المقدس الذي الله يحبه. الله لا ينظر إلى ماضيك، أنت مقدس في عقل الله، فلكي تستلم المعجزات والمكافآت يجب أن تفرغ العقل الباطن من الظروف السلبية المخزونة فيه والتي حدثت في الماضي. نكرر، عندما تستلم حب الله، معجزات الله، مكافآت الله، الطاقة السلبية تقوم بمنع هذا الاستلام. فلو تفكر بأخطاء الماضي أنت خطأان، لو تشعر بالذنب ربما لخطأ أنت عملته في الماضي أنت أيضا خطأان. الله ينظر إليك كمقدس، أنت من الله، أنت مقدس، الله مقدس. فكل شخص يسمح لماضيه أن يزول ولا يترك أي أثر على عقله المقدس، يعني عقل الإنسان المقدس وعقلك المقدس، الله يحبه. نكمل السطر. نعمة الله، تقول نعمة الله تعطى إلي عند كل هدية يستلمها إخواني وخواتي مني، وخلال كل الأوقات والأوقات الماضية كذلك. كل شيء أعطيته في الماضي، وكل شيء تعطيه الآن، وكل شيء تعطيه في المستقبل، تؤمن في عقلك وتشعر وتعيش أن نعم إلهية تحوطك الآن بسبب هذه العطايات التي أنت أعطيتها إلى إخوانك وخواتك. كل شيء أنت أعطيته في الماضي تقول الآن أنا أستلم معجزات ومكافآت في الصحة، في المال، في الابتسامة، في الهدوء، في الاستقرار النفسي. العطايات التي أنت أعطيتها في الماضي كلها موجودة في عقل الله، وعقل الله بالتالي يرسل إليك هذه العطايا مرة أخرى مضاعفة. الله عقل المعجزات والمكافآت. أبدا لا تظن أن أي عمل خير أنت عملته في الماضي يضيع، أبدا لا تظن هذا. كل أعمالك الخيرة تقول أنا أستلم الآن نعم، نعم في الصحة، نعم في المال، نعم في الهدوء، نعم في القوة الذهنية، نعم في الشجاعة، نعم في الثقة بالنفس. يقول الكاتب بيتي الذي هو الكنز فهو مملوء بالكنز، والملائكة يقفون بالباب ويراقبون أن كل هدية أعطيها سوف لا تضيع، ولكن هدايا أخرى تضاف إلى هذا البيت. بيتك الذي تسكن فيه تشعر به وتراه كنز، وهو مملوء بالكنز ومملوء بالهدايا، وتبني في عقلك أنك تعطي هدايا إلى الناس، والناس يعطوك هدايا، والله يباركك، وهناك ملائكة واقفون على الباب ويراقبون كل هدية أنت تعطيها لا تضيع، يعني لا تذهب سدى، لا تتلاشى. فأنت كنز، بيتك كنز، حياتك كنز،
روحك كنز، هداياك كنز، الله كنز، الكون الذي نعيش فيه كون الكنوز وكون المعجزات وكون المكافآت. تعيش هذا وتصفق وتفرح، لا تكترث إلى ظروفك الصعبة الآن، لا تكترث إلى القهر، الحزن، ربما شخص تكلم ضدك كلاما سلبيا وأحزنك، هذه كلها خدع العقل الواعي. يجب أن تتجه نحو المعجزات والمكافآت الموجودة في بيتك، لأن بيتك مملوء بالكنز وبيتك مملوء بالنعم. تقول هذا: بيتي بيت النعم، بيتي بيت المعجزات، بيتي بيت الله، وبيتي بيت المكافآت، وبيتي بيت الملائكة. باستمرار تعيش في حب الله، تعيش في كنز الله، في حكمة الله، وتستلم نعم تعطي نعم، تستلم مكافآت تعطي مكافآت، تستلم معجزات تعطي معجزات، وترجع إليك المعجزات مضاعفة والمكافآت مضاعفة والنعم مضاعفة. يكمل الكاتب يقول: أنا ذاهب إلى المكان الذي تتواجد فيه الكنوز، وأدخل هذا المكان الذي أجده بحقيقته هو يرحب بي، لأن هذا البيت، يعني المكان هو يقصد البيت، لأن هذا البيت هو جزء من الهدايا التي هداها الله إليه. فالكاتب عندما يقول أنا ذاهب إلى المكان الذي تتواجد فيه الكنوز، بمعنى أنت تسد الطريق باتجاه أفكارك السلبية، انفعالاتك السلبية، وتتجه إلى الطاقة الإيجابية، تتجه إلى العقل الإلهي. يعني أنت ترفض العقل الواعي وتتجه لكي تدخل في بيتك المقدس الذي هو عقل الله. فتقول: أنا ذاهب إلى بيتي الحقيقي. وهذا البيت الحقيقي هو أيضا هدية أعطاك الله إياه، فأنت تتوجه نحو البيت الإيجابي، تتوجه نحو الحياة الإيجابية، تتوجه نحو الملائكة، تتوجه نحو السلام، تتوجه نحو المعجزات والمكافآت. هذا هو بيتك، هذا هو حقيقتك، والمعجزات والمكافآت والملائكة والظروف الإيجابية، هذه كلها عطايا الله، هدايا الله لك، هذا هو بيتك الحقيقي. فنريد أن نقول، الكاتب يقول: لا تعترف بالظروف السلبية الآن، لا تعترف بالحزن، لا تعترف بالقهر، لا تعترف أنك كبير، لا تعترف أنك جسم، لا تعترف أن لونك هذا اللون أو جنسيتك هذه الجنسية، لا تعترف بمرض، لا تعترف بالولادة، لا تعترف بالموت، أنت أبدي، بيتك بيت الأبدية. فتقول: أنا أتجه الآن إلى بيتي، الله هداك هذا البيت، بيت النعم الغير المحدودة. وفي النهاية أيضا لو ترى نقرأ السطرين، وتقول ها تقول هذين السطرين معي الآن. تقول: أبي السماوي، أنا أقبل هداياك اليوم، أنا لا أميزها، ولكن أنا أثق أنك تعطيني القوة لكي أحافظ عليها، وأعرف قيمتها أيضا وأرعاها أيضا، وهذا الذي أريده. أنت الآن تستلم هدايا الله، تستلم هدايا مالية، تستلم هدايا صحية، تستلم هدايا عاطفية، تستلم هدايا في الطمأنينة. تقول: أنا أقبل هذه الهدايا يا إلهي، وأنت لا تميزها، يعني أنت تقول وتقول أنا لا أميزها لأنها كثيرة، ولكن أنا أثق أنك تعطيني القوة لكي أحافظ عليها. هنا يجب أن تحافظ على التفكير الإيجابي، يعني لا تجعل التفكير السلبي الآن يسيطر عليك، لأنه هداياك سوف يسرقها البعد الثالث أو العقل الواعي. فأنت كيف تحافظ على الهدايا؟ تسأل الله أن يعطيك القوة أن تبقى إيجابيا، وتقول: أنا أثق بك يا إلهي أنك تعطيني القوة لكي أحافظ على هذه المعجزات والمكافآت، وأعرف قيمتها، لأن الله
عندما يعطيك معجزات ومكافآت فقيمتها غير محدودة، فيجب أن تحافظ عليها. يعني يجب أن تتعود وتتمرس على التفكير الإيجابي، على الفرح، على الإيمان باستلام معجزات في حياتك، على الإيمان باستلام هدايا في حياتك. تتعود باستمرار، تنهض صباحا تتوقع وتؤمن أنك تستلم الآن معجزات من الله، في الليل تتوقع وتؤمن أنك تستلم معجزات من الله، وأنت تتناول الطعام أيضا تتوقع وتؤمن أنك تستلم معجزات. فتحافظ على هذه المعجزات، يعني تبقي على تفكيرك الإيجابي. أنت يجب أن تعيش إيجابيا لأنها هي حقيقتك، وهذه قيمة عظيمة الله أعطاك إياها، القيمة الإيجابية بمعنى العقل الإيجابي، بمعنى الله شاركك كل معجزاته، كل مكافآته، كل تكوينه معك. الله في كل ثانية يشاركك، الله في كل ثانية يشاركك ذكاءه، جماله، معجزاته. فتقول: يا إلهي أنا أشكر هذه المعجزات، يا إلهي أنا أشكر هذه المكافآت، وأنا أثق بك أنك تعطيني القوة لكي أحافظ عليها وأعرف قيمتها أيضا وأرعاها أيضا، وهذا الذي أريده. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.